ونناقش خطوات التغيير نحو النجاح مع الدكتور ياسين الزبيدي استشاري رفع طاقة الإنسان والمكان. يا أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا بكم وجمعة مباركة عليك وعلى الحضور والمشاهدين الكرام. سعداء أنه بعد سنتين نلتقيك. الله يخليك، أنا الأسعد، شرفني أن أكون معكم دائما. شكرا جزيلا. سبق أنه ناقشنا هذا الموضوع، لكن اليوم أريد أناقش وياك من وجهة نظرك وفي تخصصك هذا. نعم. شلون واحد يعرف أنه هو ضروري أو لازم يتغير؟ طبعا أي بداية احنا نقول انه التغيير هو حتمي، دائما الانسان يتغير، دائما يتغير. هناك نوعين اساسيين من التغيير. نعم. التغيير الايجابي للانسان يقوم به بنفسه. نعم. وهناك تغيير سلبي تفرضه عليه الظروف. نعم. ولهذا دائما نحن في سباق مع الزمن، نحاول انه ناتي بفكره جديده، نقوم بتغيير جديد. لكن متى نكون احنا يجب ان نتغير؟ التغيير المرحله الحاليه اللي احنا واصليها هي عبارة عن نتاج الأشياء السابقة اللي قمنا بها. نعم. فإذا ما كنا راضين على ما نحن عليه الآن من نجاح، من توفيق، من زواج، من حياة، من أي شيء من أمور الحياة، إذا ما كنا راضين عنها فلازم نرجع إلى قراراتنا السابقة، نعود بتغيير سلوكياتنا السابقة. إذا غيرنا قراراتنا وسلوكياتنا النتائج ستتغير. هكذا تبدأ فكرة التغيير. ممتاز. احنا في حلقة سابقة مثل ما وضحت ناقشنا هذا الموضوع، قسم كتبوا لي يعني ليش واحد يتغير؟ احنا هنا ما نقصد تغيير في المبادئ او في القيم، لا، تغييرات يعني اخرى راح يتحدث عنها الدكتور. طيب كيف ممكن انه نتغير؟ يعني هو ببساطه نعطي مثال بسيط للطالب. الطالب اذا كانت درجاته خلينا نقول قليله، نعم، يحتاج الى التغيير. ليش يحتاج الى التغيير؟ لانه كان اسلوبه في الدراسه ادى به الى هذه النتائج. يعني هو التغيير خلينا نقول نحو الأفضل. طبعاً يعني التغيير، تحسين الحالة. بالتأكيد. بالتأكيد. إذا كانت درجاته في الستينات بسبب دراسته السابقة، إذا غير أسلوب دراسته راح تتحول إلى درجات أعلى. كذلك البائع، كذلك ربة البيت لما تطبخ، كل شيء. وصلنا إلى مرحلة معينة شفنا أن الواقع ما عاجبنا، نحتاج إلى أنه ننظر بالأشياء القديمة اللي سويناها ونرجع نغيرها مرة ثانية بأسلوب حديث أو أسلوب يعني يناسب. نعم. يناسب يعني المعطيات. كل واحد هم يسأل شلون أنا أتغير. إحنا مثل ما قلنا القيم والمبادئ ثابتة، إحنا دائما نؤكد عليها، ولكن هناك تكنيك معين، أشياء معينة نحاول دائما أن نغيرها. مثل النقطة الأساسية. نعم. أنه معظم الناس ما يعرفون مميزاتهم الشخصية أو طبائعهم الشخصية. كل الناس اللي التقيت بهم، كثير من عندهم 90% من عندهم ما يعرفون بماذا يتميزون. كنت دائما اسالهم سؤال اساسي، اقول له يعني خلينا نقول الجانب العملي، نقول له ما الذي يميزك عن غيرك؟ نعم. فدائما احنا لما نريد نقول للشخص عزيزي اجلس مع نفسك واسال نفسك هذا السؤال، ما الذي يغيرني؟ ما الذي يميزني عن الاخرين؟ اذا عرفت ما يميزك ساعتها انت تقدر انه تضع خطوات اساسيه للتغيير. بس اعرف ما يميزك فعلا، لانه مرات احنا نكون عندنا مواهب، اشياء معينه، اشياء جيده، بس ما نكتشفها ونعتبرها مساله عاديه جدا، لكن هي في حقيقه الامر كبيره جدا ومهمه. فاذا احنا لازم في البدايه دائما اذا حسينا ان وضعنا مو صحيح وان الامور ليست كما يرام، يعني الحياه ما هي ماشيه ب كما نريد، واحد متضايق. بس أنت قلت نقطة مهمة وإحنا دائما نأكد عليها، أنه الإنسان يجب أن ينظر إلى مميزاته، هو يبدي إعادة تقييم نفسه. بالتأكيد. فشون ممكن نقدر دكتور؟ يعني إحنا دائما أسهل، يعني أرجوك يعني توسع بالكلام. أوكي. إحنا دائما لما مثلا أقعد مع طلابي أو الناس اللي أدربهم، نعم، فأقول لهم السؤال الأساسي المهم جدا، شو اللي تجده في أنه عندك موجود وغير موجود عند غيرك؟ أول جواب يقول لي ما عندي شيء، أي نفس الشيء، ما يعني إنسان عادي. راح أقول له لا، ابحث في نفسك. بعدين أقول له إذا ما تعرف هذا الشيء، شوف شنو الشيء اللي أنت تقضي به ساعات طويلة وأنت مستمتع به. فمثلا واحدة من السيدات قالت أنا مثلا مميزة بطبخ الكيك. نعم. قلت له أوكي، تقول يقولون علي أنه طبخي كويس وبالذات بالحلويات. فلا، إذا كان الأمر كذلك خلينا نعيد ترتيب هذا الأمر. بما أنه أنت تقضين وقت كبير في عملية صنع الحلويات، ليش ما تبدأين تحوليها إلى خط إنتاجي ممكن أن تستفيدين من عنده؟ قالت هل ممكن هذه الفكرة؟
قلت له مع وجود هذا السوشيال ميديا والحياة المفتوحة من الممكن أنه نغير. فبلشت بإنستغرام بسيط وبطلبات بسيطة. الآن أصبحت متعهدة مع واحدة من أكبر الكافيهات تورد لهم هذا الأمر. بدأ الموضوع في أمور بسيطة. إحنا في البداية قبل أن نبحث عن الخارج نبحث في الداخل، ما الذي يغيرنا أو ما الذي نتميز به؟ هذا السؤال دائما لازم نطرحه على أنفسنا. كيف نبدأ؟ كيف نبدأ التغيير؟ يعني هناك أوقات معينة إحنا دائما نبحث فيها في ميزة التغيير. هناك عندنا الشهر الميلادي وهناك لدينا الشهر القمري. الشهر القمري دائما أسميه شهر الطاقوي، ولادة قمر واكتمال قمر. هذه الفترات الولادة والاكتمال دائما تمثل نقاط فاصلة في الحياة. فممكن أنه نجلس في فترات الاكتمال أو في فترات الولادة نجلس مع أنفسنا، نحط ورقة وقلم ونحاول أن نبتعد عن الناس. دائما يقولوا لي منو، أسأل شخص أقول له منو أهم شخص في حياتك، يقول لي فلان أو فلان، أقول له لا عزيزي، أهم شخص في حياتك روح للمرآة شوف من هو هذا الشخص، فتكتشف أنه هو نفسك أهم إنسان ممكن أن تغير في حياتك وممكن أن تغير. فإذا شنو خطوات التغيير؟ أولا أنه يجلس الإنسان مع نفسه، ينفرد بنفسه. عملية التقليد الآخرين، وهذا ما يحدث دائما، تشوفين فلان ناجح بمجال معين تلاقين الآخرين يحاولون أن يقلدون ذلك الشخص. لكن حقيقة عشرات الأشخاص ومئات الأشخاص اللي شفت خرائطهم حللت شخصياتهم كانوا متميزين بميزة هم ما كانوا يتوقعوها. فإذا الخطوة الأولى في التغيير، اجلس عزيزي مع نفسك، ابتعد. خاصة احنا جايتنا هاي الأيام اكتمال القمر في الحوت، فترة قوية ومهمة جدا، عند يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. هذه لكل الناس؟ لكل الناس، نعم لكل الناس. اللي هي أي فترة دكتور؟ هذه يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء. يوم الثلاثاء يكتمل القمر في الحوت، احنا نسميها الولادة الروحية. نولد من جديد ومرة واحدة في السنة تحدث هذه الولادة في الحوت. الولادة الروحية شنسوي؟ خلال هذه الأيام الثلاثة نحاول قدر المستطاع نقلل احتكاكنا بالآخرين. ثلاثاء اثنين ثلاثاء أربعاء نحتك بأنفسنا ونجلس مع أنفسنا. أهم شيء في العملية أنه نخلي الورقة والقلم. هذه الورقة والقلم اللي احنا نسيناها بوجود الموبايل، ممكن هذه الورقة نقعد مع نفسنا ونقول أني شو اللي يميزني عن إخواني، شو اللي يميزني عن البيئة اللي أنا عايش بها، شو العبارات اللي تلقيتها مدح بطريقة معينة، هل في إلقائي، هل في شغل إيدي، هل في طبخ، هل في كذا. هذه العبارات الأساسية أرجع بها فلاش باك وأرجع أوثقها. إذن أنا مميز في هذه العبارة تكملها، مميز في الرسم، في النحت، في القراءة، في الخطابة، في أي شيء من هذه الأشياء. حددت هذه النقطة، هذه أول نقطة ركيزة أساسية في التغيير، أنه تعرف من أنت. نعم، بس تعقيبا، هل هو يعني هذه الفترة اثنين ثلاثة أربعاء أنه يبتعد عن أي أحد حتى الأهل؟ يعني مو يبتعد عنهم، العلاقات طيبة، ولكن إحنا دائما نحتك مع الآخرين ولكن احتكاكنا مع أنفسنا قليل. هذه تسمى ولادة روحية أو ولادة الإنسان، يعني خلينا نقول يخلع فيرشن قديم من عنده. شنو متطلباتها شروطها؟ المتطلبات الأساسية فيها أنه يجلس لوحده، يعني قدر المستطاع يلقي له أوقات معينة. مو الموبايل ويا الموبايل، أهم شيء يبعد الموبايل عنه، لأنه الموبايل دائما صار نوع من أنواع الأدكشن أو الإدمان. صحيح. 24 ساعة نشوف هذا منه اللي أرسل وشو أرسل وليش. صح. أرسل. أهم شيء أنه يبعد الموبايل عنه، وإذا خلاه على الفلاي مود أو خلاه على وضع الطيران خليه يبعده عنه. صح. ويرجع يسأل نفسه هذا السؤال. يحتك مع الآخرين، يسلم ويؤدي واجباته الاعتيادية، لكن من حق نفسه أنه يأخذ هذه الساعة أو الساعتين خلال هذه الأيام يفرغ نفسه لنفسه حتى يجاوب عن هذا السؤال: بماذا أنت مميز؟ واكتبها على الورقة: أنا مميز بي. وخلي يكتب العبارة الفلانية. هذه أول خطوة حتى نتغير. واللي ثاني خطوة، إذا عرفنا نفسنا بماذا مميزين، لازم عاد نحرك الرغبة الداخلية في أنه نكون شيء ما، أن نصل إلى ما نريد. الرغبة في أنه نصل إلى ما نريد هي بمثابة الوقود اللي يحرك القطار نفسه. فإذا كانت عندنا رغبات، وخاصة أنا شو اللي قلت في البداية، لازم نختار موضوع إحنا نستمتع فيه. لأنه إذا الأمر مفروض علينا ما نقدر، لازم إحنا نبحث عن أشياء مميزة. أمس كنا نتكلم مع واحد من الأساتذة فيقول أنا إذا ألح على ابني أقول له لازم تجتهد حتى تصير دكتور.
قلت له هل من الضروري أن يكون دكتور؟ لازم خليه هو على مزاجه، على ماذا يريد، وفر له الأشياء اللي أنت تريدها ومن بعده خليه ينطلق، لأن كل إنسان بينا مميز في ميزة أو مميزات، خليه يتفرد بهذه المميزات ويبنيها بدل أنه يكون هو نسخة مما يريده الآخرين. هذه هي خلينا نقول النقطة الحركة. إذن يحدد ثم رغباته اللي هو يريدها. وفي نقطة جدا مهمة أخرى تكمل الأمر اللي هي الاستمرارية. معظم الناس إذا بلشوا دايت بعد فترة يبطلون، إذا بلشوا قراءة في موضوع معين ما بعد فترة عندهم. ماكو صبر. هي هذه خلينا نقول يعني من اكثر الاشياء التي تحبط الانسان، انه بعد فتره اشتغل وبعدين قال لي ما لقيت نتائج. ما لقيت نتائج لانه اساسا انت ما استمريت في الموضوع. هناك نقطه اساسيه دائما نقولها، اذا وضعت الخطه وقلت انا راح اتغير، لنفرض انه هذا المثال انه اللي السيده اللي تعمل كيك وعملت، خليها تعيد البروسيجر مو 3 أسابيع، تعيد البروسيجر لمدة 4 أسابيع لبين ما يتحول إلى عادة إحنا تصير جزء من حياتنا. تكرار مهم. النجاح عادة، التفوق عادة. كل شيء من هذه الأشياء لما إحنا نخليها جزء من حياتنا تبدو الأمر يعني يبدو الأمر جدا سهل فيما بعد نعتاد عليه. نقول الإرادة، اتخاذ قرار التغيير، وقفة مع النفس، تقييم الذات، والاستمرارية. والاستمرارية في نقطة جدا مهمة. نعم دكتور. قالوا بها نفرق بين الناس العاديين والناس الناجحين مميزين. في نقطة أساسية جوهرية في الموضوع الأشخاص العاديين. أنه بعد فترة من الزمن شاف الخطة مالته ما تنجح، إيش سوى؟ بدل إلى فكرة أخرى. ما نجحت بدل إلى فكرة أخرى، تلاقيه يبدل أو يقفز من وإلى. لكن الأشخاص الناجحين يقول لك don't change the plan, change yourself. لا تغير الخطة تبعك. أنت غير نفسك. إذا الخطة ما نجحت بمعنى أنت مؤهلاتك أنت ما تشتغل بالطريقة الصح. فإذا دائما نقول ما نغير كل شوية نغير. غير نفسه بس ما يغير الخطة. بالضبط. فكر هذه فترة التغيير هذه الأساسية 3 أيام اللي قلنا عنها، غير وحدد الخطة تبعك واستمر بها. وبعد هذا الاستمرار خلي بعدين يقول لنا ليش كيف ما وصل إلى النجاح. راح يصل بالتأكيد إلى ما يريد. إلى ما يريد. ممتاز. وإحنا دائما المميزين هم المختلفون. صح؟ بالتأكيد. يعني هذه. إحنا ما نريد نسخ. بالتأكيد. كل إنسان يعني الخارطة الفلكية، الخارطة الجينية للإنسان تشير إلى أنه هو مختلف تماما 100%. فلماذا أكون أنا نسخة من الآخرين؟ مرة من المرات قالوا له اللي جاكي شان، قالوا له أنت بروسلي الثاني، قال لهم لا أنا جاكي شان الأول. هم أبطال في فنون القتالية. هم أبطال في فنون القتالية. فقال أنا ما رح أكون نسخة من أسطورة معينة. أنا رح أكون أنا نسخة أسطورتي أنا أو الخط تبعي أنا. فكل إنسان خليه يعتز بنفسه. كثيرا هاي الأندر أستيميت أو عدم تقدير الذات يعني تخلي الواحد ما يقدر يتحرك كل شيء. فلازم يعتز بنفسه كائن من يكون. ما هي وظيفته؟ ما هي سواء يعمل أو لا يعمل، ربة بيت أو صاحب قرار؟ لازم يعتز بنفسه ويعتز بشخصيته، ولكن يبحث عن ما يميزه عن الآخرين. إذا وجد هذا الأمر، هذا السؤال مو سهل، بس إذا وجده حياته كلها تتغير. يبدأ صفحة جديدة جدا. فبدل أنه يعني تصوري لاعب الكرة ميسي، إذا ما خلينا في مجال الكرة خلينا في مجال التعليم أو الرسم، ما راح يسوي شيء. فإذا السؤال اللي دائما يطرح نفسه، ما الذي يميزني عن الآخرين؟ إذا جاوبته بصدق راح أعرف أنه أنا وين راح أتوجه وكيف أتغير. ممتاز. يعني الموضوع ما هو صعب أبدا، مو صعب. كل إنسان يستطيع أن يقوم به، وفي أي مكان وبأي فئة عمرية. ما في صغير أو كبير على هذه الأمور أبدا. يعني اللي عمل ماكدونالد، راي كروكر، عمره 53 سنة كان يبيع خلاطاته هل كان فيها. فيما بعد هذا التغيير البسيط اللي سواه غير الخطة، غيرت حياته من راي كروكر إلى ماكدونالد الشهير. طبعاً. اللي المعروف. البعض دكتور للأسف يعتبر أنه إذا غير هو بعض الأشياء الخارجية هو ممكن يعني أنه شلون ممكن لها تأثير،
أو إحنا مثلا نتحدث عن الأشياء السطحية يعني إيه؟ المظهر مهم طبعا طبعا المظهر ولكن مهم. مو هو اللي دائما أنه أني إذا غيرت من هواي أشياء فهو بالتالي رح نوصل إلى التغيير اللي أنت حضرتك قلته. نعم بالتأكيد أنه لا بأس يريد يغير المظهر يعني إحنا من لازم الداخل إحنا بدنا نقول بالضبط. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دواخلنا. لا بأس إذا حب يغير الستايل لازم يغير داخله أيضا طبعاً. غير داخلك مع الستايل مع بعض خليهم يتزامنون بس غير ابحث دائما عن التغيير. إذا ما عجبك الوضع ابحث عن التغيير في نفسك وراح تشوف نفسك أنه أنت مميز وتستطيع أن تقدم شيء يمكن ما قدمه الكثيرين. وبالتالي كل إنسان ما خلق هكذا عبث أكيد عنده شيء أبداً صح؟ أبداً. فهو هذا نأكد عليه أنه كل واحد إلى شخصيته كل واحد إلى حياته ومفاتيح التغيير دائما تكون بيد الإنسان بيد الإنسان والأمر بسيط جدا مثل ما وقفة مع الذات. إحنا دائما نقعد مع الآخرين نقضي وقتنا الكثير مع الآخرين ولكن ما نقعد مع أنفسنا. دائما أسأل أقول إيش قد تقعد ويا نفسك يقول أنا مو هاي يعني إذا يختلي بنفسه راح يختلي مع الموبايل وتلاقيه يبحث ويعمل سيرش. لا الاختلاء بالنفس نعم. بعيدا عن الآخرين وبعيدا عن السوشيال ميديا نعم. اختلي بنفسك ولو نصف ساعة تشيك نفسك بيها قول أنا وين نعم. مكاني وين موقعي طيب. ويمكن لها علاقة بالاستحقاق يعني أنا أشوف الإنسان دائما اللي هو يستحق أشياء يجذبها بالتأكيد لأنه هو يعني كل مو صحيح كل ما يعني كل أنت تشوف نفسك تستحق أنه تكون في مكان أحسن اسعى يعني ما الناس راح تمنحك مزايا أو تمنحك أي شيء بالتأكيد. الاستحقاق اللي هو له علاقة وثيقة بالثقة لما أنا أحس نفسي أنا أفضل هم اللي أحس نفسي أفضل هذا المكان اللي أريده وأنا في هذا المكان نعم. إذا استحقاقي شعوري بالاستحقاق يكون عالي وثقتي عالية راح أصل إلى ما أريد. فإذا خلي ننمي ثقتنا بنفسنا. مرات كثيرة ناس يجوني يقولوا لي سمعنا الكلمة الفلانية أثرت بينا يا عزيزي كلام الناس لا ينتهي أبدا ولا يمكن إرضاء الناس وإحنا دائما نقول إرضاء الناس غاية لا تدرك أو مرات نقول إرضاء الناس ليس بغاية فابحث أولا عن أنه ترضي نفسك وترضي ربك وتمشي بالطريق اللي أنت تريده والتغيير بمتناول الجميع. بهاي نختم أنه التغيير في متناول الجميع. دكتور ياسين الزبيدي شكر جزيل. شكر جزيل لكم أضفت لظهيرتنا دائما تضيف إلى ظهيرتنا شكرا جزيلا إن شاء الله نلتقي على الخير بإذنه تعالى.